عمي حسن شنو ذنب هاي المرة؟ هذا بنا يعيش يتيم. السلام عليكم حبيبي، التذكرة كاملة؟ اي قلبي كاملات ان شاء الله بعد الساعات طيارة كامل حبيبي، ماكو نقص بالاوراق. مشكور حبيبي. في الفيزا وراي 6 ساعات للطيران، خلنا حضر ربع. تعال بويا سجاد. ها بويا سجاد بويا، روح لامك خلي تحضر الجنطة مال السفر. هم يلا روح حبيبي. هاك بس مو تتأخر بويا حبيبي، ان شاء الله ما تأخر عليكم، وراح اخلي حسن اوصي عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، هلا اخوي. شلونك؟ شلونك زين؟ ويا حسن انا بعد 6 ساعات راح اسافر، واريد اوصيك وصيه، تدير بالك على ابن سجاد وعلى عائلتي، امانه عندكم. ويا علاوي استهدب الرحمن، هي ما السفر يا بعد اخوك، نبقى هنا قاعد على عويلك، هسه ما تقول لي شنو السالفه، هناك عيشه وهنا عيشه، استهدب الرحمن يا بعد اخوي. انا لقيت لي عمل بشركه، واريد الله يوفقني وراح اروح ان شاء الله ارجع لكم. القرار قرارك بعد، وانت قافل على هاي الشغله، توكل بالله اخوي وسافر. وبالنسبه لوليدك حاله حال وليداتي. الله اخوي انا راح اروح للشيخ اسلم عليه واطلع من هناك بعد ما اوصيك اخوي. وين الشيخ؟ علي. السلام عليكم شيخنا. الله يساعدك عمي. انا علاه وشنو اجرتك؟ وين رايح؟ انا جيت حبيت اود عنك، لان انا رايح راح اسافر، ووصيت اخوي حسن على جهالي، وانت هم ايدك تدير بالك عليه. يا سلام عمي علاوي شيخنا العزيز. الله ياك. اوف اوف علاوي، صار له 5 سنوات انقطعت اخبارك. والله سهل المره شنو ذنبها يا ابنها؟ اروح الحسن اخلي ياخذها واي احسن. يا الله وينهم؟ هلا بالشيخ. تفضل. هلا يا سجود عمي، شلونك؟ تفضل. شلون صحتك؟ شلونك حبيبي سجودي؟ استريح استريح عمي. شلونك؟ امك وين امك؟ امك قاعد تسوي لنا غدا. خل خبر على حسين. الو ها شيخ حسين وين انت؟ تعال تعال البيت علاوي اخوك. ايوه انا طالع بشغلي، انت مر على البيت. انت بيت علاوي؟ يلا يلا عاد جاي. تعال منتظرك. يلا بعد عمك لا تتاخر علي. يلا وياك. يلا. السلام عليكم. ما شاء الله. مرحبا شيخنا، شلونك زيد؟ الله شلونك بعد؟ سريع عم عدت بلع. عمي حسن. علاوي صار له 5 سنوات قطعت اخباره. المره شنو ذنبها؟ والله صحيح يا شيخ، مليتها صار 5 سنوات اتصل منا ومنا وما وقفت علي. حسن شنو ذنب هاي المره؟ هذا بنا يعيش يتيم، اريدك تاخذ بعد عمك يا عمي. والله شو اقول لك شيخنا، هي من الزينات هاي. شيخنا هذا الحكي ما يصير، ابوك خبره ما له عنده. عمي ابوك راح وقطعت اخباره، ما في غير عبد هو اللي فيسك بعد عمك. هذا الحكي ما يصير، احنا امانه عندك وعند عمي. وينهم؟ وينهم سجاد؟ بويا سجاد مستعلك بويا سجاد حبيبي. امك وين سجاد؟